اهلا وسهلا باباراتزي. عسلامة هيدي. اهلا وسهلا. مرحبا ارمستا. اهلا وسهلا ارمستا خوي. عام 2017 تحديدا في مارس. ما سخن بشوية دخلي يا 17. صحة السلام لباس جوك بيه مورك طيبة صحة خلك عسلامك هاو. ما بنبدأ بالتسخين عليش ديريكت دينا للعوام برا خوي يخدم على روحك. في مارس 2017 عندك سلسلة حفلات في أوروبا. اي لكن مسيرتك أرمستا كانت تنجم توفى بعد حفلة أمستردام وقتها على الحدود الهولندية وانتي ماشي لباريس. عندك الجرأة سي رياض الورتاني تحكينا علاش البوليسية الهولندية تحصر فيكم وشنو لقاو عندكم في الكرهبة؟ تحصر فينا تحصر فينا هيك. شنو لقاو عندك في الكرهبة؟ ما لقاوش عندي مش كرهبتي انا راكب مع العبيد فهمت. اش فيها الكرهبة؟ فيها شاي شو هيك علاش هيك. لا اله الا الله محمد رسول الله. اش فيها الكرهبة؟ كرهبة فيها شاي كان عندي حجر اني مانيش بحذاه. الكرهبة اش فيها؟ فيها مخدرات مش متاعي خاتيني انا فهمت. ثم شكون معانا باش نوصلوه عنده حاجة كي الحاكم وقفنا شاف الكرهبة هزوها واحنا جاونا بيه معناها ثبتوا معانا واستعرف هو اللي احنا خاتين معانا حتى دخل في الموضوع واني بحذاك عمل جو. هو صاحبكم؟ هو صاحبنا. وصحبنا انا نخدم وقتها في تورني خدمنا حفله في امستردام وبعد شنابتو لباريس قال هزوني معاكم في الكهرباء فهمت. كي وقفنا دوب مخلطنا لباريس ثم كيوسك وقفنا باش نتكيفوا سواق ورياح ثم واحد يسوق في السميات كي شافنا كيكه في الكهرباء طلب الحاكم. كي جاو الحاكم احنا بالحق ما في بالناش بيه يعني احنا بينا عدى علينا فهمت. هيك كي فركسوا الكهرباء هزوا اللي عنده وهزونا معاه الناس الكل معناها مع بعضنا بعده يرحم والديه استعرف فهمت. قال خاطيهم ما عندهم حتى دخل متاعي جاونا بيه كاني بحذاك امور طيبه الحمد لله. ما عادش تطلع في الكهرباء فيها مخدرات من طلع ارمستا غنيه نجيب الماني لشكون عملتها؟ الماني العماره زيد تذكر الماني شو بيه هذي هكا تو شنو نحكي اي غنيتها منين؟ غنيتها منين لكن انت لشكون كتبتها؟ المنال. نجيب الماني تكتبت الفنانه ابوها لبناني وامها مغربيه وتعيش في فرنسا. الطفله هذي تحب تغني جاتك الاستديو متاعك وتفهمتو بالضبط شهرين قبل عرسك صحيح ولا غلط؟ صحيح هاي. والطفله هذي تبدلت معاك كلامها حركتها وحبتك حبتك وحبت عرسك يبطل وتعرس بيها واغرتك برشا حاجات. لا اله الا الله محمد رسول الله. احكينا شنو هو الحكايه وكيفاش تنقلت الاغنيه لمنال العمارة؟ وعلاش نحكي لك انت ايش داخلك؟ استنى 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 يا لطيف خلينا نشرب. بيه ارمستا برشا خبابل هنا في الحكايه اللي قالها. خبابل شنو؟ برشا خبابل. بيه نجيب الماني نعرفها تعاملت المنال. اي علاش الحكايات هذوما علاش يحكي فيهم الحكايات هذوما؟ طفله خدمت لها اغنيه هذه ارتيست معناها خدمت لها اغنيه كنتش نخدم معاها معروفه هذه؟ لا مش معروفه كنتش نخدم معاها برودكسيون كل شيء تاع البومات معناها الطفله هذه وبعد ما تفاهمنيش فكا ما تفهمتوش. باهي نقفوا هنا دونك نجيب الماني خدمت لها هي. هاي صبت صوتها ولا لا؟ صبت صوتها. عندك فيرسيون نجيب الماني بصوت الطفله هذه؟ عندي هي. اللي هي امها مغربيه ابوها لبناني وهي تعيش في فرنسا الطفلة. وجيت لتونس باش تقابل رياض أرمستا تحب تولي فنانة. حتى لتو سيناريو مخبل شوية. باهي. صبت نجيب الماني المفروض يقول انها تعطيك فلوسك. تمشي على روحها. تمشي على روحها. مشيت على روحها. هي طبعا مشي هي في الوقت هذاك مشيت على روحها فهمت. اما كنت باش تصير خبابل وكها ومشيت على الخبابل اللي حكي عليهم الباباراتزي هل دخلت في حياتك وحبت فعلا تفزت لك عرسك كما قال هو؟ لا مش لك الدرجة فهمت. اما دخلنا في حكايتها بار الموسيقى وانا ما نحبش ندخل في حكايتها كي كنت قصيت العلاقه باش نقعد بروفيسيونيل منظم على روحي معناها فهمت. انا نخدم ذاك استوديو تاع خدمه ما عنديش حاجات اخرين بار الموسيقى اللي حاجته بموسيقى مرحبا بيه اللي حاجته بحاجه اخرى نجم يشوفها دريس اخرى.
هزيت الغناية المنال انتقاماً منها؟ لا لا مش انتقام، الغناية بقات مدة كبيرة معناها في استوديو ما خدمها حتى حد، كي قابلت منال وسمعتها عجبتها خدمناها. منال سمعتها بصوت ال عادي نورمال راهو كيكا يصيروا في استوديوهات الكل تعمل تيموا بصوت أي عبد آخر ينجم يعملها ويغنيها عبد آخر مش مشكل. عادية ياسر الحكاية. شكرا باباراتزي على المعلومة. شكرا نتاع براوح هذايا في لا 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 أرمستا. تعرفها مريم الدباخ؟ الناس الكل يعرفوها مريم الدباخ كان نعرفها كنا نعرفوها. وأنت شنو تعرف عليها؟ تخدم في التلفزة. ما عادش تخدم في التلفزة. في فرنسا. شنو الحاجات الأخرى اللي تعرف عليها غير اللي نشوفوها في التلفزة؟ كهو كيف العبيد هذاك شنو نعرف؟ ديما تراوغ. علاش الراوغ؟ كوارجي اللي مساكني معاك شراوغ. كمل واصل قول لي. شنو كانت تعمل بحذاك مريم الدباغ قبل الكورونا في الاستوديو نتاعك؟ نخدم. انت تخدم في التلفزة؟ نخدم في الموزيكا يعني. والتلفزة تابعة الموزيكا وكله يصب في بعض. وشنو هي الأغنية اللي صابتها مريم الدباغ بصوتها عندك؟ شكون أحكي لك أنت؟ شنو هي هذا خويا؟ وفي شكون تكلاشي فيها؟ وعلاش لليوم ما خرجتش الأغنية؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله يدي. لحنت المريم الدباغ؟ لا فهمش معنى الحكاية. هو مش لحن، هو يحب يحول مريم الدباغ المغنية ويحبها تكلاشي كيفه. أما فيش كون تكلاشي مريم الدباغ؟ لا 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 محمد رسول الله. آه يا ربي شو نحكي له أنا هذا طا ما تكلاشي في حد، ما تكلاشي في حد. جونا بيه جوست هكيك حبينا نعمل أغنية وكا. استنى 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 استنى، أنت مريم الدباغ جاتك الجبلة؟ هاي طلعت الاستوديو؟ هاي حطيت لها ميكرو قدامها؟ هاي وترابيا مش نورمال بالحق؟ هاي كانت فكرتها ولا فكرتك؟ فكرتها هاي. وعلاش اختارتك انت بالذات من دون الناس اللي موجودين؟ خاطرني بروديكتور به. خاطر هو يكلاشي برشا. دي وين كلاشي انا خاتين هذيك علاش هي حبت تكلاشي في الاغنية؟ العب العب يا باباراتزي. لا 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 شو قال لك هيك هاو هذيك عليه عادي تهمه هذه زايده باش يعمل اغنيه ماهيش تهمه اما قلنا اما قلنا في شكون تكلاش هو يعطي فينا في سكوب هذا كيكه نحرقها هي كي تخرج اغنيه وتعرفها في شكون تكلاش بي قالت لك نحب نولي مغنيه ليه تحب تعمل كيكه يا اخي في بارتو في العالم ثم كرونيكريت ولا ديزانيماتور ولا بلوغور يحب يجرب يعمل غنية معناه فهمت مش لازم يولي مغني يحب عجة ويحب يعمل غنية يعمل بيجة نجم حتى يسمعها وحده في الدار ولا روحه صابت صوتها؟ صابت صوتها الغنية موجودة عندك؟ ما كملنا هيش وقتها جات الكورونا واحد وتلهينا وما كملتش الغنية فهمت معناه عنا الغنية ثم غنية ما نقسم الزيت لو مريم الدباغ تخرج الغنية هذه يبدأ عنا هيت في البلاد؟ يبدأ عنا هيت أما لزيتولها برش كيفاش؟ في الأغنية لزيتولها برشا أنت سمعت هالأغنية؟ سمعتها وقريت الكلمات مش حرام عليكم؟ آه يا ربي آه يا ربي الباباراتزي أخويا نوكل عليك ربي أنت مش حرام علينا أخويا عادي برشا دوسيات ها؟ يزي برسمك يزي هذا يا أخويا توا أنت منتج وعندك برشا نجاحات هاي أما أنت ولد حي شعبي هكا ولا؟ ونتصور ما تبدلتش وما زلت شعبي. آه. مالاش بيك حجار برشا. كيفاش حجار؟ فما رابور معروف برشا توا. لكن 5 سنين التالي ما كان يعرفوا حتى واحد. كان يبعث لك في مساجات على الفيسبوك وعلى الانستغرام يكتب لك اللي هو فان ويحب خدمتك ويتبع فيك ويحبك تعمل له موزيكا. لكن أنت كنت ما تجاوبوش وما تتفاعلش معاه جملة. علاش كنت تتجاهل فيه؟ والله ما كنتش نتجاهل فيه، أنا ما فقتش بيه السيد هذا معناه أنا فيسبوك متاعي بالعشرة ألف ميساج يجيني، يعني مش نجمش نجاوب على 10,000 عبد ولا 5,000 عبد، ونهار اللي فقت بمساجات السيد اللي تحكي عليه هذا راني بعثت له قلت له ديزولي فقت بيك روتار وبعثت له قلوب وقلت له مرحبا بيك في كل وقت. أما هو وقت أنا حالك الفولو. ربي معاه ينحي ولا يزيد ما عنده ما يزيدني وما عنده ما ينقص لي كي يمشي ينحي لي ولا يزيدني هو انا قدام ربي وقدام عبيد وهكا قلت له راني ديزولي راني ما فقتش بيك باش ما ينحسنيش لي انا حقرته هكا باباراتزي نحالو الفولو وقت اللي ولا مشهور ولا قبل ما يتشهر؟ رابور هذا اليوم ولا مشهور برش واول حاجه عملها هو نحى الفولو لارمست ربي معاه ربي معاه
شكون الرابور؟ خطانا عاد هكا ما نسميوش الناس، ربي معاه الرابور هذا أموره. ربي معاه، ربي يستر على البشر خويا. معناتها كان يبعث لك يشكر فيك ويحب يخدم معاك وقت اللي ولا مشهور؟ ولا معروف تحاول. حكيته في الموضوع؟ لا لا، امبوسيبل جي نحكي مع واحد وقول له شبيك خاطر نعرف انا علاش عمل لك هيك، ربي معاه. فهمت عمل لك هيك وخايف يقول لك شي ما يخوليش كابتور كرون ولا كيفاش كان يحكي معايا، ويعد انا ما عنديش السيستم هذاك وما يهمنيش وما على باليش وربي معاه. أرمستا مشيت تبحث مرة؟ ما بحث في هولندا عاد يزيد. شي خرجني بابلو سكوبار هذاك في هولندا وفي تونس. في تونس. قد ايه من مرة مشيت تبحث؟ مرة واحدة في حياتي مشيت. مشيت تبحث في العوينة على خاطرك صورت واحد من كليباتك خلصة بالسرقة. اقتحمت مدينة العلوم مع المخرج والفريق متاعك. اقتحمت. وحطيتوا الإدارة غادي في موقف محرج، خاصة وهما مش موافقين على محتوى ومضمون الأغنية. هذه جريمة تتسمى تصوير كليب خلصة، ومشيت تبحث عليها عند الأمن. والله نعرف كان بيع الخمر خلصة، بتصوير كليب خلصة جبت أنت، هذي جريمة فهمتني؟ هذي الحكاية. مشينا احنا باش نصوروا كليب في مدينة العلوم، أنا وسيلم هاف ومعانا الريب سالير مخرج ومعانا ديجيتورا. شعبتهم السور؟ مدينة العلوم هي بالك شي اسمها مدينة العلوم، كلها تكنولوجيا وكاميراوات. شتعبت انا من الصور، حكينا مع اللي يخدموا غاديكا في مدينة العلوم على باش نصوروا كل شيء، ورونا البلايس الديكورات باش نصوروا. صورنا هبطت الغنايه اوكي، قاعد في الدرج تليفون من الفرقه نتاع العوينه هذيك فهمت. مشينا للفرقه طلعوا شكاو بينا على اساس احنا دخلنا بالسرقه عليهم وما صورنا، معناها صورنا بالسيف عليهم وكل شيء. جاب ربي واحنا نصوروا معناها الريب معنا بالكاميرا قاعد ياخذ في تصاور، عنده فيديوهات وهم يوريو فينا في البلايص المسؤولين غادي من نصوروا فهمت. هما ما كانوش موافقين على المضمون نتاع الاغنيه. يخ مضمون ولا بطاقة تعريف، هوش دخله بشي تدخل ولا ما يتدخلش. انت عندك تعطيني ديكور نصور فيه يرحم والديك، اي ما تحبش ليه معناها التوسكي ارتستيك ما تدخلش فيه. هذيك مدينة العلوم، هذيك مدينة العلوم انا ندفع في اللامبو تاكس والناس الكل كلنا متيعنا الكل، هذيك مش متاع واحد ولا متاع حتى حد، اي حاجة تابعة تونس الجمهورية تابعتنا الكل ومنك الكل مخلصينها بفلوسنا. لا اله الا الله، والله وراك برشا خبيب انت، من هولندا لمريم الدباغ مدينة العلوم. ويهد ربي ساتر وفتحوا الباباراتزي. هذا حد شيء. يزي عاد سيب روحك وبروح وفيت فلوسك معايا وكاو يزيك اليوم. ارتاح. نخليه الباقي المرة الجاية. ارتاح. 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 ارتاح.